مثل كل عام في سنوات الحصار والحرب يقضي أبناء تعز إجازتهم العيدية في أماكن ليست بالنسبة لهم جديدة، لكنها تعتبر أماكن لا بد من زيارتها. في قلعة القاهرة أحيا مكتب الثقافة برامجه الفنية وحضرت الجموع الغفيرة لتعيش العيد رغم مرارة الواقع الذي يتمنوه أن يتغير. العيد في تعز غير، الأماكن هذه تشعرون بالراحة والسعادة، توفر الأمان، توفر الـ 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 البيئة، الجو كان جميل في تعز. في تعز زرنا الضباب وزرنا صبر، واليوم في قلعة القاهرة شعرنا بكم العيد جميل وكم مناطقنا جميلة وكم تعز جميلة. ونتمنى أن تنعم بلادنا بالأمن وبحضور الدولة حتى يرتاح المواطن، ونتمنى فك الحصار عن مدينة تعز، لأننا لدينا أهل، نتمنى من أهلنا أن يزورونا، لكن بسبب الحصار يلاقون متاعب في الوصول إلينا والاحتفال معنا. هنا في الضباب تتقاطر الأسر لتلعب وتمرح بأجواء عيد الأضحى المبارك. في الضفة الأخرى جاردن سيتي، الحديقة الوحيدة داخل المدينة المحاصرة التي يرتادها الكثير، قضينا أنا وبعض من زملائي عطلة أو إجازة العيد في احتفال قلعة القاهرة في عدة أماكن، منها مزكان كافيه، دكة كافيه، ذهبنا إلى بعض الأسواق للتنزه بسبب الازدحام، حاولنا الإسراع في قضاء العطلة وقضاء الإجازة. فنتمنى في السنة القادمة والعوام القادمة لمدينة تعز الازدهار والحضارة والارتفاع إلى الأعلى، ونتمنى في السنين القادمة والعوام القادمة أن يفتك الحصار عن مدينة تعز. فرح ومرح وأماكن عيدية خلقت البهجة في نفوس أبناء تعز، لكن يبقى الوصول إلى معظم المديريات والتنقل في أرجاء المحافظة حلم لطالما ينتظره أبناء تعز منذ سنوات. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.